حياكم الله، ما أسباب مرض الفصام؟ هذا المرض الذي أتعب تلك الأسرة التي يعاني منها أبناؤها وبناتها. الأبحاث العلمية أشارت إلى أسباب كثيرة محتملة، لكن خلاصة ذلك كله أن سبب مرض الفصام هو أسباب متعددة تتحد مع بعضها كلها أو بعضا منها فتؤدي إلى الإصابة بمرض الفصام. من الأسباب التي ذكرها الباحثون نوع الشخصية، وأشاروا تحديدا إلى ما يسمى بالشخصية الفصيمية. ما هي تلك الشخصية؟ هي الشخصية التي تتميز بالبرود والانطواء وعدم الحساسية في شخصية ذلك الإنسان، وفيه ذلك الهدوء العالي مما يجعلنا نصفه أنه إنسان ربما غير مبال بما غيره من البشر. ما الذي يحدث عنده هو مثل لون البشرة، خلقته منذ طفولته بمثل هذه الشخصية. الأبحاث العلمية أشارت أن 26%، هذا بعض الأبحاث، عندهم سمات الشخصية الفصيمية، وليس كل من أصيب بمرض الفصام بالضرورة عنده سمات الشخصية الفصيمية. من الأبحاث العلمية أشارت إلى بنية الجسم الناحلة، ذلك الإنسان الطويل، ناحل الجسم هو عرضة أكثر من سواه للإصابة بالأمراض النفسية. هناك أبحاث علمية أشارت أن تغيرات هرمونية، وأشارت بالتحديد إلى هرمون الإدرينالين الذي تنتجه الغدة الكظرية، ربما يكون سبباً لسبب مرض الفصام. ولذلك حينما نتأمل هذه الفرضية ونراجعها نجد أن تلك الفرضية جاءت لسبب الاكتئاب. هل هي سبب للمرضين أو ربما لم تكن أمراً دقيقاً كمسبب لمرض الفصام؟ لا ندري. من النظريات من تشير إلى تغيرات في الجهاز العصبي، في فسيولوجية الدماغ، في البنية القشرة الدماغية. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل هذه التغيرات جاءت أثرا لمرض الفصام أم كما تشير الدراسات هي كانت أسبابا لمرض الفصام؟ أيضا لا ندري ونتساءل حولها. بعض الدراسات أشارت أن هناك تغيرات في المناعة، نعم، أن هناك أجسام مناعية داخل جسم الإنسان ربما تؤثر عليه فتؤدي إلى الإصابة بمرض الفصام. ثانية أقول هي مجموعة من الفرضيات العلمية. إشارة أخرى تقول أن الغذاء ربما يكون له دور، وتلك الدراسات التي قامت حينما كان استهلاك القمح في الدنمارك والنرويج والدول القريبة منها أكثر في فترة شح بعض المواد الغذائية أثناء الحروب العالمية السابقة، رأوا هناك زيادة في ظهور مرض الفصام. ثانية وثالثة أقول هي مجموعة من الفرضيات. طبيعة العلاقات الأسرية، طبيعة الارتباط الزواجي، وطبيعة بعض الأسر. وأقول مرة متسائلا، أسبب لمرض الفصام أم سبب في زيادة انتكاساته؟ إشارات علمية أشارت أن الوراثة هي السبب الأكبر، والدراسات التي أقيمت على ماذا؟ على الأجنة الذين يأتون من بيضة واحدة التوائم، 50% التوم الآخر عرضة للإصابة بمرض الفصام، في حال أن فقط تقريبا 12% إذا جاءوا من بيضتين مختلفتين. وكلما ابتعد الإنسان عن مرض الفصام كلما قلت نسبته، وكان قريبا من النسبة العامة التي هي 1%. هناك ربما تغيرات كيميائية، وهذا الذي يفسر عندنا استخدامنا للأدوية النفسية التي سنتكلم عنها لاحقا. تلك التغيرات الكيميائية في بعض المستقبلات الحسية وفي بعض النواقل العصبية في تفاعلها مع المستقبلات الحسية، مادة الدوبامين، دوبامين 1, 3, 4, 5، مادة السيروتونين وغيرها، ومن هنا استخدام الأدوية النفسية وتطور الأبحاث مع تطور الفرضيات في نوع الناقل العصبي الذي تغير وتأثر. هناك فرضيات كثيرة، لكن ملخص هذا كله أن الوراثة هي الأقرب سببيا للفصام، ثم تأتي المرسبات النفسية وضغوط الحياة لتثير ذلك الاستعداد الوراثي مع وجود تلك الفرضيات المختلفة وخصوصا الكيميائية. تمنيت لو استطعت الإطالة، لكن إشارات المخرج التي أراها ولا ترونها تجعلني أتوقف عند هذا الحد. ألقاكم على خير.